إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض The Drugs Acting on Cardiovascular System. الكارديوفاسكولار سيستم اللي هو الاختصار بتاعه بنقول عليه CVS، دي الابريفيشن فور كارديوفاسكولار سيستم. يعني ايه كارديوفاسكولار سيستم؟ كارديو اللي هي جاية من الهارت، يبقى دايما عندي هنا هوت موجود الهارت، ده بيبقى في السنتر اوف الفاسكولار سيستم. والفاسكولار سيستم ده بيشمل ايه؟ بيشمل بقى كل الاوعيه الدمويه الموجوده في الجسم اللي هي البلاد فيسلز انكلودنج بقى ارتريز او فينز او كابيلاريز، هي دي المقصود بيها الفاسكولار سيستم. طب ايه هي الحاجات اللي احنا هناخدها؟ نمبر 1 هيبقى عندنا دراج كارديوتونيك. يعني ايه كارديوتونيك؟ يعني بيشتغل على القلب اللي هو الديجيتاليس، واكيد انتوا سمعتوا عنه قبل كده في الجزء بتاع الانترودكشن، وبرضو هتبقوا سمعتوا عنه في البري لاب لما اخدتوا التي اس بتاع الديجيتاليس. تاني حاجة هناخد دراج بيشتغل كسيركيولاتوري ستيمولانت. يعني ايه سيركيولاتوري ستيمولانت؟ يعني منشط للدورة الدموية، والدراج ده اسمه جينكو. الدراج ده معروف جدا، ولو حد عنده اي حد كبير في البيت كبير في السن يعني هيلاقي ان من الادوية اللي بياخدها في ادوية بتحتوي على الجينكو ده عشان تنشط الدورة الدموية في السن الكبير. سوري. نمبر 3 عندنا في دراج اخدناه قبل كده اللي هو البوكو، احنا اخدناه ان هو من الدراجز اللي اكتنج على اليورينري تراكت، لكن في الحقيقة هو ليه استخدام اخر غير ان هو بيشتغل على اليورينري تراكت، هو كمان بيشتغل على الكارديوفاسكولار سيستم. ازاي البوكو بيشتغل على الكارديوفاسكولار سيستم؟ لانه بيعالج الكابيلاري فراجيلتي، بيستخدم فور ذا تريتمنت اوف كابيلاري فراجيلتي اللي هي ايه؟ اللي هي ضعف الشعيرات الدموية زي ما اخدنا في المحاضرة بتاعت البوكو. عندنا اول حاجه هناخدها هي الكارديوتونيك دراج، اكزامبل عندنا ديجيتاليس ليفز. ديجيتاليس ليفز اسمهم بالعربي اوراق اصبع العذراء، ده الاسم بتاعه بالعربي. طب لو جينا نتكلم على البوتانيكال اوريجين بتاع الديجيتاليس هنلاقي ان انا عندي بيبقى فيه عندي تو سبيشيز، عندي the dried، بقول ان هو the dried leaves of digitalis purpurea، والديجيتاليس purpurea ده هو الاوفيشال دراج، هو ده العقار الرسمي اللي كان بيستخدم، وليه other names اللي هو common fox glove او purple fox glove. وكلمة purpurea او purple fox glove جاية من ان الفلاورز بتاعته كان لونها بيكون purple. والفاميلي بتاعتي بقول عليها بلانتاجينيسي، ده الاسم الحديث للفاميلي بتاعت الديجيتاليس. الاسم اللي قبل كده بتاع الفاميلي اللي هو كان previously known as سكروفيو لارييسي، بس يفضل اني اكون عارفة الاسمين، لو كان صعب عليا يبقى افضل ان انا استخدم او اعرف الاسم الاحدث. وطبعا بقول ان هي بتكون collected and dried rapidly at 55 degrees centigrade. يعني ايه؟ يعني لازم ان انا اول ما بعمل collection للديجيتاليس لازم اعمل لها drying على طول، ودرجة الحرارة بتاعت الدراينج ما تبقاش عالية، ما ينفعش اعمل لها دراينج عن درجة حرارة عالية، والكلام ده اخدناه في الانترودكشن وقلنا ان اي وجود المويستر في الديجيتاليس هيأثر على الاكتيفيتي بتاعت الكونستيتيونز بتاعتها. واتفقنا برضو ان افضل وسيله للدراينج هي عمليه اللايوفيلايزيشن لانها هتكون سريعه وفي نفس الوقت مش هعرضها لدرجه حراره عاليه، بالعكس ده بتبقى بالماينس. في نفس الوقت برضو كنا اتكلمنا عن عمليه الكولكشن، وبرضو لازم دي نفتكرها، ده كان جزء في الانترودكشن، لازم افتكر المفروض امتى اعمل كولكشن للديجيتاليس ليفز. الكولكشن في انهي ستيج من الديفلوبمنت بتاعها؟ يا اما يكون before the flower expansion او at the beginning of the flowering stage،
ده بالنسبة لمرحلة التزهير أو اللي بيطلع فيه الزهور. والحاجة التانية إن كمان لازم الكولكشن بتاعها يكون in the afternoon، وأخدنا ليه برضو في الجزء بتاع الانترودكشن. يبقى أنا قلت الأول اللي هي ال dried leaves of digitalis purpurea اللي هي الأوفيشال دراج، وعندي كمان ال dried leaves of digitalis lanata. الديجيتاليس لاناتا ده سبيشيز تاني من الديجيتاليس، بقول عليه اللاي دراج. يعني ايه اللاي دراج؟ اللاي دراج يعني عقار مماثل، يبقى هو مش الرسمي لكن هو مماثل ليه، لكن ليس الاوفيشيال. وهنعرف بعد كده ان دلوقتي بقى استخدام الديجيتاليس لاناتا افضل من البربوريا، وهنعرف اكتر كمان ان يستحسن ان يبقى كمان بقينا نستخدم الاكتف كونستيتيوينت نفسها مش الدراج نفسه، وهنعرف الكلام ده قدام واحنا بنشرح. الاذر نيم للديجيتاليس لاناتا بقول جريشيان فوكس جلاف، والفاميلي طبعا برضو بلانتا جينيسي، ونفس الكلام طبعا لازم تبقى كولكتد اند درايد رابيدلي ات 55 ديجري سنتيجريد. ده بالنسبه للبوتانيكال اوريجين. يبقى انا عرفت ان انا عندي تو سبيشيز، ديجيتاليس بيربوريا او ديجيتاليس لاناتا، ومين هو الاوفيشيال اللي هو الديجيتاليس بيربوريا، ومين هو الالاي دراج اللي هو ديجيتاليس لاناتا. بعد كده هناخد هنبص على شكل الليفز بتاعه الديجيتاليس بيربوريا والديجيتاليس لاناتا ازاي افرقهم عن بعض. هو زي ما انتم شايفين الشكل واضح جدا ان هنا الليف بتاعه الديجيتاليس بيربوريا بتكون عريضه، فبقول عليها ان هي اوفيت تو اوفيت لانسيوليت، على عكس الديجيتاليس لاناتا زي ما احنا شايفين بتكون اوبلونج او لينير لانسيوليت، بتبقى طويله مش عريضه، فالشكل بينهم بيبقى مختلف تماما. وهنا لو بصيت على الايبكس بلاقيه ابتيوس، هنا لو بصيت على الايبكس بلاقيه اكيوت. فاذا لو انا شفت ليف هقدر اعرف اذا كانت دي ديجيتاليس بيربوريا او ديجيتاليس لانيت. ده شكلهم لو انا رسميهم، دي شكل الرسمه بتاعتها اللي هي بتبقى بلاك اند وايت، ده منظرها لو انا رسماها as black and white. زي ما قلنا دي ديجيتاليس بيربوريا مميزه جدا، وبيبقى ليها checkered appearance، عامله كده زي الشبكه كده هوت على السيرفس بتاعها. ده نتيجه ان هما وهما بيعملوا drawing للليفز، الليفز كانت فوق بعضها فعملت المنظر ده اللي هو ليها checkered appearance. الشكل ده مش موجود في حاله الديجيتاليس لاناتا. هنتكلم بقى عن الديجيتاليس لاناتا لان هي اللي بناخدها مينلي في العملي زي ما اتشرحت لكم في البري. فهناخد اول حاجه هنشوف شكل الليف، هنكبرها شويه وهنبص على المارجن. هلاقي هنا المارجن ان انا عندي سنون، ادي ده سنه دي سنه ودي سنه ودي سنه وهكذا. السنون دي عباره عن تيث، التيث دي بتبقى directed upwards مش للجنب، فعشان كده بقول عليها serrate margin. بس لو جيت ابص هلاقي ان المسافات بين التيث دي بتكون بعيدة شوية، فبقول عليها broadly serrate margin. يبقى بستخدم كلمة broadly لو المسافات بين التيث بتاعة المارجن بعيدة فبسميها broadly serrate، لكن لو قريبة قوي من بعضها بقول عليها serrate margin فقط. طيب لو جينا كبرنا بقى الجزء بتاع الفينيشن، ده مهم قوي في الديجيتاليس. تفتكروا هنا انا هوصف الفينيشن ده اقول عليه ايه؟ انا هنا عندي ادي الميدريب، وزي ما انتم شايفين اللاترال فينز اهي طالعه من الميدريب، مش كلها طالعه من نقطه واحده، لا دي طالعه من كل واحده طالعه من نقطه. بس لو انا بصيت عليها من بعيد من غير ما اركز قوي هقول على طول ان دي بارلل فينيشن، لكن لو ركزت هعرف لا ان الفينيشن هنا بقول عليه بنيت ريتيكولات فينيشن، وان الفينز هنا ليف ذا ميدريب ات ا فيري نارو اكيوت انجل، علشان كده ات جيفز ذا ابييرنس اوف بارلل فينيشن. ده السبب ان انا لو بصيت عليها كده نظره من بعيد هفتكر ان الفينيشن نوعه بارلل، لكن ده طبعا مش مظبوط، هو بنيت ريتيكولات. ده شكل الليف لو احنا قربنا عليها عشان نركز على المارجن، حاجة مهمة فيها مميزة، وعلى الفينيشن برضو لان هو مميز بالنسبة طبعا دي للديجيتاليس لاناتا.
لو جيت عملت surface preparation للديجيتاليس، في حاجة مميزة جدا أخذناها برضو في العملي وبأكد عليها هنا لأنها مهمة جدا بالنسبة لنا في النظري أو في العملي، هتسأل عليها ممكن في الحاجتين. إيه هي بقى؟ إن اللي بيميز surface preparation بتاع الديجيتاليس إن هي ليها beaded anticlinal walls. احنا اتفقنا قبل كده في وصف الوال غير ان انا بقول اذا كانت straight or wavy لازم بشوف هل في beads زي الدول. دول البيدز دي عاملة زي حبات السبحة، دي بتكون نتيجة ايه؟ ان بيكون عندي unequal thickening في cell wall، بيبقى في unequal thickening يعمل لي شكل حبات السبحة ده في الجدار بتاع الخلايا، ده اللي هو بسميه beaded anticlinal walls، وده بيبقى very characteristic للديجيتالز. يبقى أنا لو جاي surface preparation في beaded anticlinal walls وanomocytic stomata بالمنظر ده، اللي هي الستمتا اللي هي بيبقى السيلز بتاعتها اللي حواليها subsidiary cells بتكون ملهاش no special arrangement، يبقى عندي from 3 to 5 or more cells with no special arrangement، دي بسميها anomocytic stomata. يبقى ده كده هو السيرفيس بريباريشن بتاع الديجيتاليس، هيميزوا عندي البيدد انتيكلاينال والز والانوموسيتيك ستوماتا الغالبه عليه. بس انا مجرد ما بشوف البيدد والز مع انوموسيتيك ستوماتا على طول بقول ان ده سيرفيس بريباريشن ان ديجيتاليس ليف. طب ايه كمان المميز للديجيتاليس غير السيرفيس بريباريشن بتاعها؟ المميز ليها الهيرز، ان فيها جلانديولر هير معينه موجوده في الديجيتاليس وفيري كاركترستيك ليها. الهير دي لو بصيت عليها من السايد فيو تبان لي في السايد فيو فين، يعني مثلا تبان لي لو انا عامله تي اس ممكن تبان في التي اس من السايد فيو. تبان لي ازاي؟ تبان لي انها عباره عن جلانديولر هير ليها يوني سيلولر ستوك and باي سيلولر هيد، زي ما احنا شايفين الهيد مقسومه 2 باي سيلولر والستوك واحد بس يوني سيلولر. ده شكلها from the side view. طب شكلها from the top view ايه بقى؟ بتبقى عباره عن كانها كده دايره مقسومه 2، بتبقى بالمنظر ده كده لو انا بصيت عليها من فوق. الهير دي عباره عن glandular hair زي ما اتفقنا with uni cellular stalk and باي سيلولر هيد، is very characteristic للديجيتاليس وتعتبر key element ليها مع البيدد anticlinal walls. ده بقى ايه؟ خدنا طبعا في البريلاب ان في حاجة عندي اسمها transverse section او TS، واخدنا الofficial leaves اللي احنا بندرسها، اخدنا شكل TS بتاعها، اخدنا بتاع السنة والسولانيشيس ليفز والديجيتاليس. فده التي اس بتاع الديجيتاليس، شكله نفسه مميز جدا، ولازم ابقى عارفه لما اشوف تي اس من الحاجات اللي احنا اخدناها لازم ابقى عارفه التي اس ده بتاع مين. فهنا ده التي اس ان ديجيتاليس ليف، طبعا ويتش سبيشيز اللي هي ديجيتاليس لاناتا اللي احنا بنتكلم عليها، بس في الامتحان العملي لو انا قلت تي اس ان ديجيتاليس اتس اوكي، بس لازم ابقى عارفه ان ده التي اس ان ديجيتاليس لاناتا. شكل التي اس زي ما قلت مميز جدا. اكتر حاجه بتميزه، اول حاجه ان الميدريب بتاعه بيبقى سترونجلي بروميننت اون ذا لوور سايد، بلاقي هنا ان في بروميننس جامده قوي للميدريب على الناحيه اللور، بارز اون ذا لوور سايد وديبرست اون ذا ابر سايد. ده بالنسبة لي البروميننس بتاع الميدرب مميز لي. منطقة الميزوفيل ما بقدرش اميز فيها باليسيد، فبقول هنا هوت ان الميزوفيل is homogeneous او undifferentiated into palisade and spongy tissue، بقول عليها homogeneous or undifferentiated into palisade and spongy tissue. بالنسبة لشكل الفاسكولر باندل زي ما احنا شايفين ده الزايلم واخد لون احمر لانه stained with fluoroglossine and conc HCl، فبيبقى لانه هو lignified بياخد red stain. الفاسكولر باندل هنا عندي 1 فاسكولر باندل نوعها ايه؟ شكلها كريزنت شيبد، عامله بالشكل ده كده. وكولاترال، يعني ايه كولاترال فاسكولر باندل؟ قلنا ان انا بيبقى عندي الفلوي موجود ات وان سايد اوف ذا زايلم، فانا دايما ببص تحت الزايلم هو ده الفلوي على طول. انا بشوف الشكل ده لو اتكرر عندي فوق الزايلم تاني يبقى انا عندي باي كولاترال فاسكولر باندل، لو ما اتكررش المنظر اللي تحت الزايلم ده فوق يبقى انا عندي collateral
فاسكولار باندل. يبقى هنا الفاسكولار باندل في حاله الديجيتاليس بتكون كولاترال، ولازم اكون حافظه انواع الفاسكولار باندلز في الليفز اللي احنا اخدناها. بعد كده عندي البيريسايكل، هو مش باين واضح قوي في الصوره دي، بس في الصوره اللي نازله لكم في البري لاب هتلاقوا مظبوط عليها بالهاي باور، واضحه جدا ان نوع البيريسايكل هنا بيكون كولين كايميتس، لان بيكون عندي سيلز ليها سيك ثليلازيك كول. هنا برضو بيكون في الديجيتاليس في الاندوديرمز بيكون ديستينكت از ستار شيث، زي الحال في الثري سولانيشيس ليفز اللي اخدتوهم. ده عشان اشوفه لازم بصبغ التي اس بتاعي with ايودين، عشان لما اجي اصبغه بالايودين هلاقي ان في لاير كامله، اللاير دي بتبقى بلاقي ان في لاير هنا اهوت، اللاير دي هلاقي ان هي هتتصبغ باللون الازرق لان بيبقى فيها ستارش، عشان كده بقول ان الاندوديرمز هنا is distinct as star sheath. ده بالنسبة للتي اس بتاع الديجيتاليس، شرح لنا قبل كده في العملي، وحبيت برضو أأكد عليه عشان يبقى واضح بالنسبة لنا. هنتكلم بقى دلوقتي عن the active constituents of digitalis. اول حاجة طبعا احنا عارفين اصلا قبل ما نتكلم ان انتوا اخدتوا قبل كده ان الاكتف كونستيتيونز بتاعة الديجيتاليس هي الكارديوجليكوزايدز. The cardioglycosides are the active constituents of digitalis. طيب واخدنا برضو في الانترودكشن ان انا في عندي نوعين من الكارديوجليكوزايدز، نوع اسمه كاردينولايد ونوع اسمه بوفاداينولايد. طب ايه الفرق بين النوعين؟ قبل ما اقول ايه الفرق بين النوعين هقول هنا هوت ان الكارديوجليكوزايد بوجه عام بيتكون اصلا من ايه. الكارديوجليكوزايد بيتكون من ستيرويدال نيوكليس، هو ده شكل الستيرويدال نيوكليس اللي عندنا، دي اسمها ستيرويدال نيوكليس. الستيرويدال نيوكليس دي بتبقى اتاتشد تو لاكتون رينج، تمام، دي اللاكتون رينج، واللاكتون رينج دي ممكن تبقى 5 ممبرد لاكتون رينج او 6 ممبرد لاكتون رينج. لو 5 ممبرد، لو فيها خمسة سايدز كده هنا بقول عليها كاردينولايد. طب لو دول كانوا 6 سايدز كانوا عاملين زي شكل هيكسجن كده يبقى بقول عليها بوفاداينولايد. واحنا عندنا اي نوع منها موجود في الديجيتاليس عندنا الكاردينولايدز. يبقى اذا انا عندي الستيرويدال نيوكليس attached to 5 ممبرد لاكتون رينج، ده اللي هو اسمه ايه؟ اجلايكون، ده احنا اخدناه في الانترودكشن. الاجلايكون ده بيبقى attached to a sugar، تمام، الشوجر اللي هو اسمه جلايكون. الشوجر هنا في حالة الكارديوجليكوزايدز بيكون مميز جدا لأنه هو بيبقى دي أوكسي شوجر. يبقى ده شكل الكاردينولايد جلايكوزايدز بوجه عام اللي أنا هلاقيها في الديجيتاليس. طيب هنيجي بقى ناخد الأكتف كونستيتيونتس إن ديجيتاليس بيربوريا. هناخد الاول الاكتف كونستيتيونتس اللي موجوده في الديجيتاليس بيربوريا اللي هي الاوفيشال دراج. ايه بقى هي؟ زي ما اتفقنا هم كارديوجليكوزايدز او بقول عليهم كاردينولايدز، بس بيبقى عندي تو مين برايمري جلايكوزايدز. ايه هم بقى؟ بيربوريا جلايكوزايد اي والتاني بيربوريا جلايكوزايد بي. يبقى اذا البيربوريا جلايكوزايد اي ده عباره عن برايمري جلايكوزايد، والبيربوريا جلايكوزايد بي ده عباره عن primary glycoside. بيحصل لهم enzymatic hydrolysis ويدوني secondary glycoside اللي هو اسمه digitoxin في حالة البربوريا جلايكوزايد A، أو جيتوكسن في حالة البربوريا جلايكوزايد B. يبقى إذن بقول إن البربوريا جلايكوزايد A is the precursor of mean of digitoxin. digitoxin ده primary ولا secondary glycoside؟ لا، ده secondary جلايكوزايد لانه بيجي من البربوريا جلايكوزايد A بعد لما بيحصل انزيماتيك هيدروليسيس وتفقد شوجر تديني الديجيتوكس. طيب والبربوريا جلايكوزايد B دي هي the precursor of جيتوكسين. يبقى الجيتوكسين هنا عبارة عن secondary ولا primary جلايكوزايد؟ لا، هو هنا عبارة عن secondary جلايكوزايد. اوكي، يبقى عايزين بس نبقى عارفين هنا ان الجيتوكسين ده هو عبارة عن secondary glycoside، ماشي، هو والديجيتوكسين دول secondary glycosides، انما
البربوريك جلايكوزايد ايه ده برايمري، برايمري جلايكوزايد هو والبربوريا جلايكوزايد بي، ودول بقول عليهم سكندري جلايكوزايد. تمام كده. طيب بعد كده عندي نمبر تاني حاجة عندي في الاكتف كونستيتيونتس، ان انا عندي هنا هو بيكون في سابونينز، واخدنا قبل كده يعني ايه سابونينز وازاي بنعمل تو هاو تو تيست فور سابونينز. The saponins here are digitonin, gitonin, and thigonin. Thigonin. Okay, كلهم بينتهوا ب N I N عشان نبقى فاكرين. Digitonin, gitonin, and thigonin. Okay, ده بالنسبة للactive constituents بتاعت اللي موجودة في الديجيتاليس بيبري. هناخد بقى الاكتف كونستيتيونتس اللي موجوده في الديجيتاليس لانيت. هل هي هتبقى كلاس تاني من الكومباوندز؟ لا، هي برضو كارد جلايكوزايدز اللي هم عباره عن كاردينولايدز، بس ليهم اسم تاني لان في اختلافات بسيطه في الاستراكشر بتحصل. ايه بقى الاسم بتاعهم؟ لاناتوزايدز. هي جايه من اسمها، هي اسمها لاناتا، فاسم الجلايكوزايد جاي منها لاناتوزايدز. الثانيه كان اسمها بيربوريا، فبالتالي برضو الاسم بتاع الاكتف كونستيتيونت جاي منها ان هو بيربوريا جلايكوزايدز. فانا هنا عندي لاناتوزايدز A B C and D، دول هم الفور مين برايمري جلايكوزايدز اللي موجودين في الديجيتاليس لاناتا. يهمني قوي منهم اللاناتوزايد C زي ما هنقوله بعد كده، لان اللاناتوزايد سي ده هو مهم قوي. ليه؟ لان هو بعد كده هنعرف ان هو بريكرسر فور ديجوكسن، والديجوكسن ده من الادويه المعروفه جدا اللي بتستخدم دلوقتي. مين البريكرسر بتاعها؟ اللاناتوزايد سي. يبقى اذا اللاناتوزايد سي ده هيبقى برايمري جلايكوزايد، والديجوكسن هو هيبقى السكندري جلايكوزايد. طيب بعد كده بقول ان انا عندي يعني علاقة بقى اللاناتوزايدز بالبربوريا جلايكوزايدز. لقوا ان اللاناتوزايدز A and B هما بالظبط زي البربوريا جلايكوزايدز A and B، بيختلفوا بس عنهم ان هما فيهم ايه اسيتايل جروب. الشوجر في حالة اللاناتوزايدز A and B بيكون اسيتايليتد، بيبقى فيه اسيتايل جروب مش موجودة في البربوريا جلايكوزايدز A and B. يبقى اذا اللاناتوزايدز A and B are the acetyl derivatives of purpurea glycosides A and B. طيب هل الديجيتاليس لاناتا هي اللي مور اكتف ولا الديجيتاليس بيربوريا هي اللي مور اكتف؟ لا، وجدوا ان الديجيتاليس لاناتا هي اللي مور اكتف، بتبقى 3 to 4 times as active as the official drug اللي هو الديجيتاليس بيربوريا. يعني بالرغم ان هي ان الاوفيشال دراج هو البربوريا، الا ان الديجيتاليس لاناتا هي المور اكتف. وطبعا المسؤول عن الاكتيفيتي دي هي قصه ان هو عندي اسيتايليتد، ان هو اسيتايليتد ديريفاتيفز من البربوريا جلايكوزايدز. يبقى دي عندي هي الاكتف كونستيتيونتس اوف ذا ديجيتاليس لاناتا، اوف ديجيتاليس لاناتا. طب ايه كمان؟ في حاجه تانية مهمه قوي، ان ديجيتاليس عموما ليها كيوميوليتيف ايفكت. يعني ايه؟ يعني الاكسكريشن بتاعها من الجسم بيكون بطيء، عشان تخرج من الجسم بتخرج ببطء شديد، فده بيؤدي ان بيحصل لها اكيوميليشن في الجسم، وعلشان كده الدوز بتاعتها لازم تتاخد بحرص شديد، لان لو الدوز زادت عن حدها نتيجه الاكيوميليشن ايفكت ده ممكن تعمل توكسيسيتي. طيب لقوا مين اللي مور كوميوليتيف ايفكت؟ هل اللاناتا والبربوريا؟ لا، وجدوا ان اللاناتا لس كوميوليتيف ايفكت. يبقى اذا اللاناتا افضل من البربوريا، علشان هي مور اكتف 3 to 4 times as active as the purpurea، and at the same time it has less cumulative effect. هنا بنقول ان زي ما قلت ان اللاناتوزايدز A and B are the acetyl derivatives of purpurea glycosides A and B. يبقى انا لو عايزه احول اللاناتوزايد A او B into purpurea glycoside A or B، بعمل ايه؟ محتاجه ان انا اشيل الاسيتايل جروب دي، اعمل دي اسيتايليشن. طب ازاي اقدر اعمل دي اسيتايليشن؟ لو عملت الكالاين
hydrolysis under controlled conditions. خلاص يبقى اذا انا اقدر ان انا احول اللاناتوزايد A لبربوريا جلايكوزايد A by controlled alkaline hydrolysis. ليه؟ لان ده هيعمل دي acetylation ويحول لي دي لدي، وهكذا بالنسبة للاناتوزايد B. من الكلام ده احنا طلعنا بايه؟ لقينا ان in the past the drug of digitalis purpurea was the raw material employed in isolating the cardiac glycosides. Today digitalis lanata is used. It has gained much importance in recent years. Why? Because it has less cumulative effect in addition to being 3 to 4 times greater active than the digitalis purpurea. اوكي يبقى احنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان كان طبعا زمان الاوفيشال دراج والدراج اللي بيستخدم هو الديجيتاليس بيربوريا، لكن لما بداوا يستخدموا ديجيتاليس لاناتا دلوقتي وجدوا ان هي الافضل، وان هي اللي اصبحت بتجين يعني بتحتاز الاهتمام اكتر، بتستحوذ على الاهتمام. ليه؟ علشان السببين اللي احنا قلنا عليهم قبل كده، دول لازم ابقى حافظاهم كويس جدا، انها ليها less cumulative effect وانها 3 to 4 times more active than digitalis purpurea. وبالاضافه لكده طبعا هي الكوميرشال سورس اوف ديجوكسين. مين الكوميرشال سورس اوف ديجوكسين؟ هي الديجيتاليس لاناتا مش البيربوري. ليه؟ لان هي فيها لاناتوزايد سي. اللاناتوزايد سي ده هو ده البرايمري جلايكوزايد اللي منه اقدر اجيب الديجوكسين اللي هو السكندري جلايكوزايد. زي ما كنا قلنا قبل كده ان في البرايمري جلايكوزايد ايه، ان سوري في البيربوريا جلايكوزايد ايه، ان هي برايمري جلايكوزايد والسكندري جلايكوزايد بتاعها اسمه ديجيتوكسين. وقلنا ان البيربوريا جلايكوزايد بي دي برايمري جلايكوزايد والسكندري جلايكوزايد بتاعها اللي هو اسمه جي توكسين. هنا بنقول نفس الكلام، ان اللاناتوزايد سي ده برايمري جلايكوزايد، السكندري جلايكوزايد بتاعه هو الديجوكسين. اذا اللاناتوزايد سي هو از ذا بريكرسر اوف ديجوكسين اللي هو بيستخدم دلوقتي widely used في التريتمنت اوف اوريكولار فايبريليشن اند كونجستيف هارت فيلير اللي هنتكلم عليهم بعد شويه. يبقى اذا الديجيتاليس لاناتا ليها less cumulative effect و 3 to 4 times greater activity than digitalis purpurea. وبالإضافة لكده كمان ليه gained برضو importance؟ لأنها commercial source of digoxin اللي هو بيجيبه من اللاناتوزايد C اللي هو precursor of digoxin اللي هو بيستخدم حاليا في علاج auricular fibrillation and congestive heart failure. هنتكلم بقى عن the action of digitalis. فبقول هنا هوت بالنسبة للأكشن في حاجتين أبقى عارفاهم. أول حاجة عندي إن هي ليها كارديو تونيك إيفكت. يعني إيه بقى عندها كارديو تونيك إيفكت؟ يعني هي بتقوي عضلة القلب. إزاي بتقويها؟ أنا عندي هنا هوت إن الكارديو جلايكوزايدز اللي موجودين في الديجيتاليس دول بقول إن هما cardinolide glycosides are positively inotropic, negatively chronotropic, thus resulting in a slower but much stronger heartbeat. تاني الكارديوتونيك effect ده اللي هو عبارة عن ايه؟ بقول ان الكارديو glycosides are positively inotropic and negatively chronotropic, thus resulting in a slower but much stronger heart beat. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكارديجلايكوزايدز دول ليهم حاجة اسمها positive inotropic effect. inotropic effect ده يعني ايه؟ يعني بيحصل change في ال force of contraction، في قدرة العضلة على الانقباض. لو الحاجة تكون positively inotropic معناها انها بتزود ولا بتقلل ال force of contraction؟ لا، ده معناها انها بتزود الforce of contraction. يبقى اول حاجة هتعملها الكارديو جلايكوزايد انها هتزود الforce of contraction بتاعة الهارت، بالتالي تساعده على ان هو يضخ دم اكتر، اللي هي المشكلة اللي بتكون موجودة في بعض الكارديو ديس اوردرز، انه مش قادر يضخ دم كفاية.
يبقى دي اول حاجه اللي هي البوزيتيف انوتروبيك ايفكت. الحاجه الثانيه بقى اللي هي الكرونوتروبيك ايفكت، دي التشينج ان ذا هارت ريت اللي هو التغيير اللي بيحصل في معدل ضربات القلب. نيجاتيف يبقى هتزود ولا هتقلل؟ نيجاتيف يبقى هتقلل الهارت ريت. يبقى اذن الديجيتالس بيعمل ايه؟ بيزود. يبقى اذن انا هقول هنا هو ان الديجيتالس هيزود الفورس اوف كونتراكشن، وفي نفس الوقت هيقلل ايه؟ الهارت ريت. تمام كده؟ طيب يبقى هو لا، طالما هيزود الفورس اوف كونتراكشن، طالما ان هو هيزود الفورس اوف كونتراكشن، يبقى هيديني ايه؟ سترونجر هارت بيت، هتبقى سترونج، الضربه هتبقى قويه عشان تساعد القلب ان هو يضخ دم اكتر، لكن في نفس الوقت بيقلل الهارت ريت. فهيحصل ايه؟ ان انا هيبقى عندي الهارت ريت اقل شويه، سلوور بيت، يبقى ضربه القلب هتبقى بطيئه لكن قويه. هو ده اللي بيعمله ديجيتالز، سلو بات سترونجر هارت بيت. ليه؟ علشان ليه بوزيتيف انوتروبيك ايفكت اند نيجاتيف كرونوتروبيك ايفكت. واتفقنا البوزيتيف انوتروبيك معناها انه بيزود الفورس اوف كونتراكشن اوف ذا هارت، النيجاتيف كرونوتروبيك معناها ان هو بيقلل الايه؟ الهارت ريت. طب تاني اكشن للديجيتاليس ان هي ليها دايوريتيك ايفكت. دايوريتيك ايفكت اخدناها قبل كده ان هو مدر للبول، يعني it stimulates the flow of urine which lessens the load on the heart. يعني ايه؟ يعني هو بيزود الفلو بتاع اليورين، كميته اللي بتخرج بره الجسم، فبالتالي كميه الميه في الجسم بتقل، فالفوليوم بتاع البلد يقل، فبالتالي بيقلل اللود على الهارت. ده بالنسبه لي الاكشن اوف ديجيتالز. طيب بما ان هو الاكشن، طبعا انا من قبل دايما هتوقع طبعا ان اليوزز بتاعته كلها هتكون ريليتد لايه؟ كلها طبعا ريليتد للكارديك ديس اوردرز، هو اللي فيه اسمها كارديك جلايكوزايدز والاكشن كارديوتونيك. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا الشغل كله هيبقى على الكارديك ديس اوردرز. يبقى في اليوزز هقول it is used in cases of cardiac disorders such as atrial or auricular fibrillation. Number 2 congestive heart failure. يبقى دي اليوزز بتاعة الديجيتاليس. Number 1 in atrial or auricular fibrillation. Number 2 in congestive heart failure. ايه هو الاتريال او الاوريكولار فايبريليشن؟ اللي هو احنا عارفين طبعا ان الهارت بيتكون من اتريا وفنتريكلز اللي هم الاذين والبطين. ففي حالة الاتريال فايبريليشن او الاوريكولار فايبريليشن، المشكلة هنا هو اللي بتحصل ايه؟ ان انا عندي الاتريا بيبقى فيه ابنورمال هارت ريتم، بيبقى كاركترايز بان انا بيكون عندي رابد وايرريجولار بيتنج اوف الاتريا، دي اللي هي ايه؟ الاذين. يبقى الجزء ده من الهارت بيبقى فيه رابد اند ايرريجولار بيتنج، خلاص هي رابد اند ايرريجولار بيت، الضربه بتاعته بتبقى سريعه وايرريجولار. هو ده الاتريال فايبريليشن اللي هو بيقولوا عليه ان القلب بيرعش. طيب تاني حاجه بقى اللي هي الكونجستيف هارت فيلير. الكونجستيف هارت فيلير ده اللي هو بيبقى فيه هبوط في القلب. ده مشكلته ايه؟ ان الكونتراكشن باور بتاعه الهارت بتكون ضعيفه، فمش قادره تضخ دم كفايه للجسم. ودي دايما بيكون دايما اللي عنده congestive heart failure بنلاقي عنده دايما إديمة، خصوصا في اللور legs، يعني يلاقي دايما رجليه بتكون مورمة. دايما مريض القلب اللي عنده congestive heart failure بلاحظ ان رجليه عادة بتكون مورمة، وبيكون طبعا تعبان، نفسه قصير، مش قادر يتنفس كويس وهكذا. يبقى congestive heart failure ده عبارة عن ايه؟ a condition in which the heart pumps insufficient amounts of blood characterized by edema, especially of the lower legs, fatigue and shortness of breath. ده بالنسبة لليوزز بتاعة الديجيتالس. احنا كده اخدنا الاكشن وعرفنا اللي هي الكارديتونيك ايفكت والدايريتيك ايفكت واليوزز. هما الاتنين دول لازم ابقى حافظاهم كويس جدا، اللي هما الاتريال فايبريليشن والكونجستيف هارت فيلير، واكون عارفة معانيهم ايه.
طيب بعد كده عندي adverse effects اللي هي side effects اللي بتحصل لأي دواء. الدجدال زي أي دواء بيبقى ليه adverse effects هتيجي للpatients حتى وهم واخدين الدوز المظبوط. زي ايه بقى؟ بيحصل لهم hypertonia in the GIT اللي هو gastrointestinal tract، يعني التون بتاع GIT يبقى عالي، hyper يعني عالي. تاني حاجة يحصل لهم loss of appetite، يعني يبقى شهيتهم مقفولة مش عايزين ياكلوا، تاني مالهمش نفس الأكل يعني. تالت حاجة بيجي لهم vomiting, diarrhea and headache. vomiting طبعا عارفين اللي هو القيء، و diarrhea اللي هو الإسهال، والهادك اللي هو الصداع. دي adverse effects ال patients هتحصل له وهو بياخد الدوز المظبوطة بتاعت الديجيتالس. مش معناها ان هو اخد overdose، لان في حاجات تانية اعراض هتحصل لو هو اخد overdose، دي بقى بتكون اعراض خطيرة. نتكلم بقى عن الكونترا انديكيشن. ايه هي الحالات بتاعت الكونترا انديكيشن من بتاعت الديجيتالس؟ احنا مش هنقول كل الحاجات، هنختار منها حبة حاجات مهمة علشان بس تبقاش صعب علينا. عندي اول حاجة اللي هي الهايبركالسيميا، اللي هو الهاي ليفلز اوف كالسيوم ان ذا بلاد. اللي عنده هايبركالسيميا ده بيزود، معناها الكالسيوم لما بيكون زيادة في الدم ده بيزود التوكسيسيتي اوف ديجيتالس، فبالتالي ما ينفعش اللي عنده هايبركالسيميا يستخدم ديجيتالس. الحاجة التانية اللي هي الهايبوكاليميا، اللي هي اللو ليفلز اوف بوتاسيوم ان ذا بلاد. وزي ما قلنا قبل كده ان السنة من الحاجات اللي هي باللونج تيرم يوز بتعملي هايبوكاليميا. وقلنا في السنة قبل كده ان الهايبوكاليميا دي بتؤدي الى interactions الحاجات كتيرة، ومن ضمنها ان هتزود ال toxicity of the digitals. يبقى اذا لو واحد اخد سنة for long term use عملت له hypokalemia، ما ينفعش خالص ال patient ده ان هو يستخدم ال digitals في العلاج. يبقى انا عندي هنا هوت في الحالتين دول لازم البيشنت اللي هياخد ديجيتالس لازم الاول يشوف الليفلز اوف كالسيوم اند بوتاسيوم في الدم عنده، عشان لو فيهم مشكله ما ينفعش ياخد الديجيتالس الا لما يعمل ادجستمنت للليفلز دي، والا هتزود الديجيتالس توكسيستي. الحاجة اللي بعد كده اللي هي الـ atrio ventricular block of the second and third degree، اللي هي بنقول عليها الـ AV block. احنا اخدنا قبل كده ان الهارد عبارة عن مصل، وان الـ contraction بتاعته بتبقى controlled by electrical signals، اشارات. الاشارات دي بتبدأ في الـ AV sorry الـ SA node اللي هي الـ sinoatrial node، دي اللي بتبدأ الـ electrical signals في الهارد، بتبتدي تتنقل from cell to another لحد لما توصل للـ AV node. والاي في نود بعد كده هي اللي بتنقلها للاشارات دي للفنتريكلز. فاذا لو الاي في لو حصل بلوك حصل اي في بلوك، ايه اللي بيحصل بقى؟ معناها ان حصل سد بقى، حصل سد، حصلت قفله بين الاتريوم والفنتريكلز، وكده الاشارات مش هتوصل مظبوطه للفنتريكلز. فنتوقع ان الهارت ريت اصلا هيبقى قليل جدا، واصلا الديجيتالز بتقلل الهارت ريت وهي نفسها ممكن تعمل اي في بلوك زي ما هنشوف الاوفر دوز. يبقى اذا في الحاله دي ما ينفعش خالص استخدم الديجيتالز in case of the atrio ventricular block of the second and third degree، اللي هم الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. الحاجة التالتة عندي اسمها ال WPW syndrome، اللي هو W PW دول اختصار ل Wolf Parkinson White syndrome. دول مين؟ دول الساينتست اللي هم اكتشفوا السيندروم ده وسموه على اسمهم. in 1930 وولف باركنسون اند وايت described a series of young patients who experienced tachycardia and had characteristic abnormalities on electrocardiography نوع الاي سي جي. يعني سنة 1930 التلات علماء دول هم اللي اكتشفوا ان في حالات من البيشنتس كان عندهم تاكي كارديا، يعني الهارت ريت بتاعهم كان عالي، ولما بصوا على الاي سي جي بتاعهم اللي هو الالكتروكارديوجرافي لقوا ان في ابنورماليتيز مش مظبوطه. فطالما ان هم عندهم تاكي كارديا يعني الهارت ريت بتاعهم عالي، ما ينفعش برضو اديهم ديجيتالس، لان اساسا هو بيزود الفورس اوف كونتراكشن، فالقلب مش هيستحمل هارت ريت عالي مع الفورس اوف كونتراكشن تزيد. بالنسبة للدوزج
اهم حاجة بنقولها ان ال ان the use of appropriate pure glycosides is recommended instead of the drug اللي هو الديجيتاليس. يعني دلوقتي بقى استخدام الديجيتاليس، ما بقاش حد بيستخدم اصلا ديجيتاليس، يعني عمره ما حد هيعالج congestive heart failure او atrial fibrillation بان هو يدي المريض ديجيتاليس. ما ينفعش خالص. ليه؟ لان عمري ما هقدر اظبط كميه الاكتيف كونستيتوينت اللي هي الكارديوجلايكوزايدز اللي موجوده، وزي ما اتفقنا ان الدوز بتاعتها فيري كريتيكال، فلو زادت عن حدها لانها ليها كوميوليتيف ايفكت وكمان ليها نارو ثيرابيتيك مارجن هنقوله كمان شويه، فده هيبقى خطير جدا وممكن يموت المريض ويعمله ديجيتاليس توكسيستي. فعشان كده بقى الاضمن ان انا استخدم احسن البيور جلايكوزايدز. فبقى دلوقتي كل الناس بتستخدم البيور جلايكوزايدز، هي دي اللي ريكومندد، استخدم الجلايكوزايد نفسه كديجيتوكسن او ديجوكسن بكميه معينه انا عارفاها، مفيش بقى احتمالات انها تبقى ازيد او اقل، لان ده نبات والكميه اللي فيه دي ممكن نتيجه اي سبب ان انا الاقيها زياده اكتر من اللازم او اقل اكتر من اللازم، مش هقدر اظبطها مهما كان في حاجه كريتيكال زي الديجيتال. يبقى اذا في الحاله دي بيور جلايكوزايدز از ريكومندد تو بي يوزد انستد اوف ذا دراج، ده في الوقت الحالي. فبقوا ممكن بيجيبوا الديجيتوكسين مثلا يستخدموه، يجيبوه يعملوا له ايزوليشن فروم ديجيتاليس بيربوريا، او ديجوكسين يعملوا له ايزوليشن فروم ذا ديجيتاليس لاناتا. زي ما انتوا كده لو بصيتوا هتلاقوا ان الماركتس الادويه اللي موجوده فيها مثلا حاجه زي ديجوكسن موجود كتير جدا في السوق كديجوكسن مش كديجيتالس، هم اوريدي عاملين له ايزوليشن من الديجيتالس لاناتا. الحقيقه عمليه فصله دي عمليه بتبقى كومبليكيتد جدا، وعشان كده بداوا دلوقتي يلجأوا ان هم مش بيعملوا له ايزوليشن اكتوالي من الديجيتالس لاناتا، بقوا بيحضروه سينثيتيكلي، يعني بيحضروه بطريقه سينثيسيس في المعمل، بيحضروه في المعمل باي سينثيسيس. لكن انا ابقى عارفه ان مين هي الكوميرشال سورس اوف ديجوكسين، طبعا الديجيتاليس لاناتا، ومين هو البريكرسر اوف ديجوكسين، هو اللاناتوزايد سي. طيب لو انا اخدت بقى اوفر دوز من الديجيتاليس، احنا اخدنا قبل كده الادفرس ايفكتس اللي هي الاعراض الجانبيه اللي ممكن المريض يحس بيها، هيحس بيها طبيعي او هو حتى واخد دوز مظبوطه. طب لو هو اخد دوز زياده اوفر دوز هيحصل له ايه؟ هيحصل له على طول ديجيتاليس توكسيستي. هعرف منين الديجيتاليس توكسيستي دي؟ هلاقي انها هتأثر على الهارت وعلى السي ان اس اللي هو السنترال نيرفس سيستم الجهاز العصبي. فبالنسبه للقلب هيحصل ايه؟ هلاقي ان انا هيبقى عندي بقى كاردييك ريتم ديس اوردرز از اتريال اريزمياز اند اتريو فنتريكولار بلوك. زي ما قلنا قبل كده ان الديجيتاليس نفسه ممكن يعمل لي الاتريو فنتريكولار بلوك اللي هي الاي في بلوك، او يعمل لي اتريال اريزميا اللي هو عدم انتظام في ضربات القلب. يبقى ده بالنسبه لتاثيره على الهارت في الاوفر دوز. بالنسبه للسنترال نيرفس سيستم هيأثر عليه ازاي؟ ممكن يعمل لي فيجوال ديس اوردرز، ديبرشن، كونفيوزد ستيتس، هالوسينيشنز اند سايكوزس. يعني ايه؟ يعني اضطرابات في الرؤيه، عندي مشكله في الرؤيه مبقاش شايفه كويس، دي اللي هي فيجوال ديس اوردرز. ديبرشن اللي هو اكتئاب، كونفيوزد ستيتس ان الواحد يبقى كونفيوزد مش مركز مشتت، او هالوسينيشنز هلوسه او سايكوزس، كلها حاجات نفسية وحاجات اكتئاب وحاجات بتأثر على النظر، دي كلها حاجات تأثيرات هتحصل في السي ان اس لو واحد اخد اوفر دوز من الديجيتالس. طب لو اخد ليثل دوز، يعني الدوز عليت لدرجة انها بقت مميتة، عدت كمان الاوفر دوز، هيحصل له على طول هارت فيلير اور اسفيكسيشن، يعني يحصل له اختناق ويموت على طول، ده بحالة الدوز كمان لو زادت عن اللزوم. وجدوا كمان ان في بعض الناس لو استخدمت الديجيتالس لفتره طويله بيجي لها حاجه اسمها جاينيكوماستيا اللي هو تضخم في الصدر. يبقى الادمنستريشن اوفر اكستندد بيريدز ليدز ان رير كيسز تو جاينيكوماستيا. رير يعني معناها في حالات نادره بعضها وجدوا عندها جاينيكوماستيا اللي هو تضخم في الصدر، مش في كل الحالات، ده في حاله استخدامه لفتره طويله. ده بالنسبه للاوفر دوز. طب نيجي بقى للسبيشال وورنينجز. السبيشال وورنينجز يعني التحذيرات اللي اخد بالي منها، ان اول حاجه الديجيتاليس جلايكوزايدز دي ليها كوميوليتيف ايفكت ان ذا بودي. يعني ايه؟ يعني هي بتترص بتتجمع جوه الجسم. ليه؟ لانها بتبقى اكسكريتد سلولي، بما انها اخراجها الاخراج بتاعها من الجسم بطيء جدا، يبقى اذا هيحصل لها accumulation جوه الجسم، فبنقول ان هي ليها cumulative effect. وطبعا علشان كده
لو انا اخدت دوز زيادة حتى لو سنة بسيطة ممكن تعملي مشكلة كبيرة. يبقى لازم الدوز تبقى decided carefully، والدراج لازم يبقى should be administered with great care. يبقى اتفقنا ان digitalis glycosides have a cumulative effect in the body as they are excreted slowly and therefore accumulate. Accordingly, the dose has to be decided carefully and the drug should be administered with great care. ده اللي احنا شرحناه دلوقتي. تاني حاجة الـ digitalis glycosides have narrow therapeutic margin. يعني ايه narrow therapeutic margin؟ narrow therapeutic margin يعني معناها ان هي الثيرابيتيك دوز از فيري كلوز تو ذا ليثل دوز. الدوز اللي هتعالج قريبه جدا من الدوز اللي ممكن تموت. الثيرابيتيك مارجن بتاعها ضيق جدا، فيري نارو. علشان كده البيشنتس ممكن تو ادمنستر السايد افكتس بسهوله جدا، وممكن يحصل لهم برضو توكسيستي. دي بالنسبة للسبيشال وارنينجز. بالنسبة للكيميكال تيست بتاعت الديجيتاليس، عندنا الكيميكال تيست فور كاردياك لايكوزايتس. عندي بالنسبة للفايف ممبر لاكتون رينج في تو تيستس بنعملهم. اول واحد اللي هو بالج تيست، وايه هو الريزلت اللي بيديني التيست ده؟ بيديني اورنج كالر. تاني حاجة كاديس تيست، وده ايه اللون اللي هو بيديهوني؟ الريزلت بتبقى فايلوت كالر. لازم اعرف ان التو تيستس دول تحديدا فور ذا فايف ممبر لاكتون رينج اللي هو بالجت ان كده، واعرف اللون اللي بيديه اللي هو الريزلت بتاعت التست. تاني تيست للديجيتاليس اللي هو فور دي اوكسي شوجر. التست ده اللي هو عباره عن ايه؟ اسمه كيلر كيلياني تيست، وده بيديني راديش براون رينج اند بلويش جرين كولر ان ذا ابر لاير. بلاقي رينج بتتكون لونها راديش براون والابر لاير بيبقى لونه بلويش جرين. يبقى الكيلر كيلياني تيست ده سبيسيفيك لدي اوكسي شوجر. دي الكيميكال تيست فور الكارديك لايكوزايتس بتاعت الديجيتاليس، طبعا لازم نبقى عارفينها كويس جدا. تاني حاجة عندنا هناخدها اللي هي قلنا عليها سيركيلاتوري ستيمولنت. سيركيلاتوري ستيمولنت يعني حاجة بتنشط الدورة الدموية، وقلنا الاكزامبل اللي هو الجينكو ليفز، واتفقنا ان اغلب الناس الكبار بياخدوا ميديكيشنز بيبقى فيها جينكو. الجينكو بقى عبارة عن ايه؟ ده الشكل بتاع الليفز بتاعت نبات الجينكو. ده شكل الليفز بتاعتها. هي ليها other names تانية. other names of جينكو هي ايه؟ duck foot اللي هي عاملة زي رجل البطة، لان زي ما انتوا شايفين الليف شكلها بالمنظر ده كده، وبيبقى شكلها باي لوبد، عاملة الشكل ده هو. او بيسموها برضو سيلفر ابريكوت، ده علشان الفروتس بتاعتها بتبقى شبه الابريكوت اللي هو المشمش. او الميدن هير لانها شبه بلانت بيبقى جرون ان انجلند اسمه ميدن هير فير. ايه هو الاوريجن بتاع الجينكو؟ it is the dried leaves of جينكو بايلوبا family جينكيسي. the dried leaves of جينكو بايلوبا family جينكيسي. the active constituents of جينكو عندنا number one flavonoids including flavonols such as quercetin and camphoryl derivatives and biflavonoids example جينكيتين isoجينكيتين and بايلوبيتين. يبقى أول حاجة في الأكتف كونستيتوينتس في الجينكو عندنا الفلافونويدز. الفلافونويدز اللي موجودة في الجينكو في منها نوعين، نوع عبارة عن فلافونولز ده بيبقى 1 نيوكليس من الفلافونويد، إكزامبل زي الكورستين والكامفيرول ديريفاتيفز اللي سمعنا عنهم قبل كده في الليفز التانية اللي أخدناها. بالإضافة لحاجة مميزة جدا للجينكو اسمها الباي فلافونويدز، دي بتبقى فيها 2 نيوكليس من الفلافونويدز بستركتشر معين. النيمز بتاعت الباي فلافونويدز اللي موجوده في الجينكو عندنا جينكيتين ايزوجينكيتين اند بايلوبيتين. دي الفلافونويدز اللي موجوده في الجينكو. ان اديشن تو الفلافونويدز في نوع تاني من الاكتيف كونستيتوينتس اسمه تيربين لاكتونز، دول بيبقوا عباره عن هيدروكاربونز. ايه الاكزامبل بتوعهم؟ في عندي حاجه اسمها جينكولايدز A B and C.
يبقى في اختلافات بسيطة في الستركتشرز بتاعتهم، ودول عبارة عن تراي لاكتونيك داي تربينز. دول عبارة عن داي لاكتونيك داي تربينز. الداي تربينز دول بيبقوا عبارة عن هيدروكربونز فيهم 20 كربون، وتراي لاكتونيك يعني فيهم 3 لاكتون رينجز. النوع التاني بتاع التربين لاكتونز اللي موجود في الجينكو هو اسمه بايلوبالايت. البايلوبالايت برضو عبارة عن تراي لاكتونيك بس السيسكوي تربينز. الفرق بين السيسكوي تربينز والداي تربينز في عدد الكربونز. السيسكوي تربينز بيبقى فيهم 15 كربون، انما الداي تربينز 20 كربون، والاتنين زي ما اتفقنا فيهم ايه، تراي يعني 3 لاكتون رينجز. دي بالنسبة للاكتف كونستيتيونز بتاعة الجينكو. بعد كده عندنا the action of ginkgo. number one ان هو circulatory stimulant. يعني ايه circulatory stimulant؟ يعني بينشط الدورة الدموية. مين اللي مسؤول عن الاكشن ده؟ عندنا اللي مسؤول عن الاكشن ده هو ال flavonoids and terpenoids. طيب يعني ايه circulatory stimulant؟ يعني هي اللي بيحصل ان الجينكو بتزود ال blood flow اللي رايح للجسم كله والبرين، فده طبعا بيخلي ان الاكسجين والنيوترينز اللي رايحه للتيشوز كلها بتكون كميتها زياده، فاذا بتعمل ستيميوليشن للسيركيولاتوري سيستم. نمبر 2 acts as platelet activating factor antagonist او path antagonist. مين الريسبونسبل اكتيف كونستيتيوينت؟ ذا جينكولايد بي اللي هو عباره عن تربين لاكتون، هو اللي مسؤول عن الاكشن ده. الاكشن ده يعني ايه؟ الباف ده اللي هو عبارة عن platelet activating factor، ده substance هي دي اللي بتؤدي ان يحصل platelet aggregation and inflammation، بتؤدي ان platelets تبتدي تتجمع مع بعض وتعمل inflammation. فالجينكو لقوه ان هو بي prevent الايفكت ده، بيعمل ايه؟ prevent الايفكت بتاع الباف اللي هو platelet activating factor، بيكون معاكس ليه، فاذا هتكون النتيجه ان عمليه البليتلت اجريجيشن هيحصل لها ايه، هتقل. طيب نمبر 3 ليها انتي اوكسيدنت ايفكت، يعني مضاده للاكسده. يعني الجينكو ليها ايفكت مضاد للاكسده. الايفكت ده طبعا مهم جدا لان هو بيحمي لي التيشوز كلها، سواء البلاد فيسلز او النيرفز او كل الكلام ده، من الفري راديكلز اللي ممكن تعمل لها دامج. مين الريسبونسبل كونستيتيوينتس؟ عندنا فلافونويدز اند تيربينويدز زي في حاله السيركيولاتوري ستيمولانت ايفكت. نمبر 4 اخر اكشن ان هي ليها كوجنيتيف بروموتنج ايفكت. يعني ايه كوجنيتيف بروموتنج ايفكت؟ يعني بتحسن بروموتنج يعني تحسن، وكوجنيتيف اللي هو الادراك اللي هو انكلودنج عمليه الثينكينج والليرنينج والميموري، يبقى اذا هو enhances الميموري اند cognition especially for elderly patients، يعني بالذات عند الناس الكبار، من خلال كل الايفكتس اللي فاتت، من خلال السيركيولاتوري ستيمولانت ايفكت، من خلال انه انتي اوكسيدنت، من خلال ان هو platelet activating factor antagonist. يبقى دول الفور اكشنز بتوع الجينكو. بعد كده بقى عندي الاستخدامات اللي هي uses of ginkgo. بالنسبة لليوزز، اول يوز معتمد على ايه؟ ان انا هستخدمه in cerebrovascular insufficiency and peripheral vascular diseases. يعني ايه؟ يعني هيستخدم في الحالات اللي بتكون فيها الدورة الدموية، سواء اللي رايحة للمخ السيريبرو اللي هي المخية اللي رايحة للمخ، أو للبريفيرال بلاد سيركيوليشن اللي هي الطرفية اللي رايحة للأطراف. في حالة وجود مشاكل في الدورة الدموية سواء الطرفية أو المخية، بقدر أستخدم الجينكو في العلاج. زي ايه بقى؟ زي ايه الديزيزز اللي هي ريليتد للسيريبرو فاسكولار انسفيشنسي او البريفيرال فاسكولار ديزيز؟ عندنا زي such as early stages of dementia and Alzheimer disease. فطبعا اول على طول استخدام بيجي في دماغي للجينكو هو علاج الالزهايمر، اللي هو طبعا بيبقى فيه فقدان الذاكرة، وفي early stages of dementia اللي هو العتة.
طبعا عمره ما هستخدمه لعلاج حالات الزهايمر، بتبقى متقدمة جدا، مش هينفع في العلاج. هو محتاج ان الحالة تكون في بدايتها عشان يقدر يبتدي ان هو يوقف الحالة عند الحد ده ويعمل بقى circulatory stimulation. دي اول حاجة. تاني حاجة عندي في حالات vertigo and tinnitus of vascular origin. vertigo and tinnitus of vascular origin يعني ايه؟ يعني في حالات الدوار وطنين الاذن اللي هو بيبقى سببه related لحاجة related في الدورة الدموية، السبب بتاعه الاساسي related to vascular origin. تالت حاجة عندي حاجة اسمها intermittent claudication. ايه ال intermittent claudication ده؟ ده بيبقى عبارة عن pain and fatigue felt in limbs due to insufficient blood flow to legs. الناس دي بتبقى بتعاني من ألم وتعب في الأطراف بتاعتها في الرجلين، وده بيكون سببه إن كمية الدم اللي واصلة للرجل يعني بتكون مش كفاية، فهو بيحسن الدورة الدموية دي فبيحسن حالة الـ intermittent claudication. بعد كده عندي ايه كمان؟ example loss of short term memory concentration and hearing. لو حد عنده ضعف في الذاكرة اللي هو قصير المدى short term اسفة، او لو عنده loss of concentration لو فقد التركيز بتساعده على التركيز، او loss of hearing لو فقد للسمع، بس طبعا يكون حاجة related ل vascular origin برضو هتساعده. ده بالنسبة لأول استخدام اللي هو قلنا عليه in cerebrovascular insufficiency and peripheral vascular diseases، قلنا such as early stages of dementia and Alzheimer disease, vertigo and tinnitus of vascular origin, intermittent claudication, loss of short term memory, concentration and hearing. number two، في بعض الاستخدامات الأخرى اللي هي الترديشنال يوزز، اذر ترديشنال يوزز ان هم ممكن بيستخدموه، كانوا بيستخدموه ان ازمه، دي من الترديشنال يوز. دي بالنسبه لي اليوزز اوف جينكو. بعد كده عندي ذا سايد افكتس، ايه هي الاعراض الجانبيه؟ لقوا ان في سلدم كيسز اوف ستومك اور انتستينال ابسيتس، يعني الناس اللي عندها ممكن يحصل بعض المشاكل في الجهاز الهضمي، هادك يبقى في صداع، او allergic skin reactions خصوصا ان يحصل dermatitis. في بعض الحالات ممكن يجي لها زي حساسية في الجلد بنسميها dermatitis، بتحصل بس دي زي ما قلنا in seldom cases. seldom يعني في حالات نادرة، يعني ده مش طبيعي انه يحصل. طيب بالنسبة لل contraindications، امتى ما ينفعش استخدم الجينكو؟ طبعا عمري ما هستخدمه لل children under 12، مفيش اي طفل تحت 12 سنة هديله جينكو، ده أكيد لأ. ولا في حالة الحوامل in pregnancy. ليه بالذات في الحوامل؟ دايما في الحوامل ببقى بخلي بالي أكتر من أي حد عادي، لأن الحوامل بيبقوا liable إن هم لريسكس كتيرة. ليه بقى في حالة الجينكو؟ لأن هو impairs the ability of platelets to aggregate leading to increased tendency of bleeding. إيه اللي بيحصل؟ هو بيأثر على عملية ال aggregation of platelets، بيقللها. ليه؟ لأن احنا قلنا ان هو platelet activating factor antagonist، فبما ان هو هيقلل عملية ال aggregation of platelets ده هيؤدي الى ايه؟ ان يبقى في عندي فرصة اكتر ان ممكن يحصل نزيف bleeding، فعشان كده it is contraindicated in pregnant women. هنتكلم بقى عن ال overdose في حالة لو أنا أخدت overdose من الجينكو. فبنقول هنا هوت إن مشكلة الجينكو الأساسية في إيه؟ في إن هو potent inhibitor of الباف أو platelet activating factor، وطبعا زي ما قلنا إن هو ده اللي بيمنع ال aggregation of platelets، وبالتالي بيقلل التجلط بتاع الدم، وكان ليه ميزة في استخدام الجينكو معانا. لكن هو في نفس الوقت حاجة لازم نبقى واخدين بالنا منها، لأن أنا لو استخدمته for chronic use لفترة طويلة أو استخدمته ب overdose، ده هو هيبقى associated بأن هيكون عندي increased bleeding time and risk of spontaneous hemorrhage. يعني إيه؟ يعني هيحصل نزيف، والوقت بتاع النزيف ده هيزيد. يعني مثلا say for example لو حد اتجرح
هيبقى النزيف الفترة بتاعته هتزيد، مش مجرد ممكن في واحد يتجرح ينزل نقطة دم وخلاص، لا، لو هو بياخد الجينكو لفترة طويلة او اوفر دوز هلاقي ان فترة البليدنج بتاعته زادت، عمال ينزل دم لفترة طويلة مش مستاهلة التعويرة مثلا اللي هو اتعورها، وبالتالي ده بيزود عندي المخاطر ان يحصل عندي زي نزيف عفوي اللي هو spontaneous hemorrhage. فعلشان كده لازم نبقى careful قوي واحنا بناخد الجينكو علشان this point, so we should take care ونبقى عارفين الاكشن دي may lead to what. طيب بالنسبة للدراج انتراكشنز، الدراج انتراكشنز هتعتمد على ايه؟ هتعتمد برضو على قصة ان هو ليه path inhibition effect او ان هو inhibits the platelet activating factor، وبالتالي طبعا طالما هو بيعمل كده يبقى logically على طول مش هينفع اخده مع anticoagulant او antiplatelet medications. ليه؟ لان هو كده هوت الحاجات دي بتقلل التجلط بتاعت الدم، فانا لو اخدت معاها حاجه تانية برضو بتقلل التجلط بتاعت الدم تمنع البليتلت اجريجيشن نتيجه انها بتعمل انهيبيشن للبليتلت اكتيفيتنج فاكتور، يبقى انا كده بزود الريسك اوف بليدنج لان بقى عندي سينرجستيك افكتس. اكزامبل ايه للحاجات الانتي كواجولانتس والانتي بليتلتس؟ عندي الوارفرين والكوميرينز والاسبرين. تمام، الانتي كواجولانتس والانتي دي بتمنع التجلط، دي بتمنع البليتلت اجريجيشن اللي هي الانتي بليتلت ميديكيشنز، الاثنين بيشتغلوا بديفرنت ميكانيزم، في الاخر الخلاصه ان هم هيمنعوا التجلط بتاع الدم، وده مع الورف مع استخدام الجينكو هيعمل انتر اكشن وممكن تؤدي الى ايه؟ تو انكريز ذا ريسك اوف بليدنج. اخر حاجة عندنا اللي هي special warnings and precautions. طيب ايه الحاجات اللي هاخد بالي منها؟ برضو كلها هتبقى منصبة في نفس الاتجاه، ان patients اللي هم they are taking anticoagulant or antiplatelet medications they should be very careful while taking the ginkgo. ليه؟ لان هو زي ما قلنا ان الجينكو اساسا path inhibitor، وبالتالي ممكن مع الانتي كواجلانس والانتي بليتلتس يزود medications يزود الريسك اوف بليدنج. فعشان كده بالنسبه بالذات بالنسبه للناس الالدرلي بيشنتس اللي هم الناس الكبار، هما اوريدي ممكن يكونوا اكيد بياخدوا الجينكو عشان يحسن لهم البلاد سيركيوليشن، في نفس الوقت بيكونوا بياخدوا ادويه علشان تقلل التجلط زي الاسبرين والحاجات دي، فبالتالي هم هيبقوا لو لاحظوا ان في اي اعراض عليهم ان هم هيبقى عندهم increased tendency of bleeding ودي بيلاحظها الدكتور، لازم يبقوا careful بحيث ان هم يظبطوا الدوز بتاعه الانتي كواجولانت او الانتي بليتلت ميديكيشن اللي بياخدوه، او يظبطوا الدوز بتاعه الجينكو عشان ما يزودش الريسك اوف بليدنج عندهم. احنا كده خلصنا الدراجز اكتنج اون ذا كارديوفاسكولار سيستم، ان شاء الله تكون بسيطه وسهله. بس اهم حاجه بس يا ريت ان احنا دايما لما نيجي نذاكر في الجزء بتاع الدراجز اكتنج على الديفرنت سيستمز دايما نذاكرهم في تيبلز ونحاول نحطها ان كومباريزن، اقارن بقى بين الاكشن بتاعت كل واحد والاكتيف كونستيتيوينت بتاعته واليوزز والدراج انتراكشنز والكونترا انديكيشنز والادفيرس افكتس اند سو اون، علشان الجدول ده بيساعد ان احنا تمامرايز بقى القصه تبقى في دماغنا عامله زي الخريطه، ما نبقاش بنذاكر كل واحد كانه في جزيره معزوله لوحده لان في حاجات مشتركه بين الحاجات وبعضيها. فلما هعمل التيبل ده هيساعدني ان عيني تلقط ايه الحاجات اللي مشتركه تبقى ثابته في دماغي وتبقى سهل عليا ان انا تمامرايز، خصوصا ان احنا عندنا في الميديسينال بلانتس في الجزء بتاع المقرر بتاعنا يعني بنبقى محتاجين بيبقى محتاج حفظ شوية بالإضافة طبعا للفهم، لأن الفهم هو اللي هيساعدني إن أنا أحفظ، عشان أقدر أحفظه بسهولة لازم أكون عاملاه في صورة comparison. لو ذاكرت كل حاجة لوحدها كده في جزيرة منفصلة هيبقى صعب جدا to memorize ال content أو إن أنا أربط المواضيع ببعضها. إن شاء الله تكونوا فهمتوا المحاضرة كويس، وبست اوف لك.